الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، تغطية إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية، نتابع فيها ملف سرقات الأسلحة من قواعد عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في غزة. كشفت تقارير إسرائيلية عن قيام ضباط شرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي بالتحقيق في حادثة سرقة أسلحة من إحدى المناطق العسكرية في قطاع غزة، وأشارت إلى اعتقال الشرطة لاثنين من سكان إحدى القرى للاشتباه في تورطهما بالحادث، أفرج عنهما لاحقا لعدم كفاية الأدلة. وفي حادث منفصل ورد أن أحد المستوطنين البالغ من العمر 38 عاما دخل قاعدة لجيش الاحتلال بالقرب من بيت شيمش مرتديا زيا عسكريا متنكرا في هيئة جندي، وخلال فترة وجوده في القاعدة ورد أنه سرق سلاحا وألحق أضرارا بعدة مركبات. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تمديد اعتقال المشتبه به، ووصف قاض في القدس المحتلة هذه الجريمة بالخطيرة بالنظر إلى حالة التأهب القصوى للجيش وسط الصراع المستمر. وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن التحقيق جار من قبل الشرطة الإسرائيلية في الواقع. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن 18 حاوية مليئة بالمعدات العسكرية سرقت من قاعدة تدريب للمشاة في منطقة النقب بإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي. وأشارت التقارير إلى أن المعدات المسروقة تشمل ذخائر وسترات واقية من الرصاص وأجهزة للرؤية الليلية وتجهيزات للوحدات الخاصة إلى جانب معدات أخرى. وفتح جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد. وقد زادت السرقات من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة رغم عشرات الملايين من الدولارات التي يخصصها جيش الاحتلال للحراسة والتحصين والمراقبة الإلكترونية لمخازن الأسلحة والذخيرة. ولمواجهة سرقة الأسلحة من قواعده أنشأ جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية وحدة خاصة مشتركة تسمى درع النقب. وينضم إلينا من القاهرة السيد محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك سيد محمد. وما أشبه الليلة بالبارحة، منذ أيام وربما أسابيع ليست قليلة كان جيش الاحتلال يتحدث ويتهم الدولة المصرية كثيرا في التواطؤ فيما يتعلق بتأمين الحدود، ووصف سرقات الأسلحة وما إلى ذلك محاولا إلصاقها بالدولة المصرية، رغم أننا في هذه القناة قمنا بعرض تقرير عن سرقات متكررة من داخل جيش الاحتلال في أسلحته ومعداته. اليوم يتكرر ذات الأمر، كيف تعلق سيد محمد؟ يعني هو ظهر واضحا أن الادعاءات الإسرائيلية ضد مصر تحديدا هي كاذبة جملة وتفصيلا، وبالتالي فهناك قضايا مرفوعة على نتنياهو أو على مكتب نتنياهو تتعلق بهذا الأمر من جهة تزوير الوقائع وتزوير الوثائق التي تدعي أنها استولت عليها من حركة حماس ما يختص بمحور فيلادلفيا.
وبالتالي هناك كثير من الأمور التي تتناول فيها إسرائيل بالإدعاء الفارغ والمكشوف الموقف المصري، وتحاول أن ترد على هذا الموقف كونه قاد العمل السياسي والدبلوماسي من أجل يعني عدم منع تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو يقود عملية حل الدولتين. طبيعي هذا دور مصر، وهذا يعني الموقف الأساسي الذي يعني انتشر وتعمم عالميا وأوروبيا بشكل خاص. هذا الأمر يضايق إسرائيل، وبالتالي فهي تكسر من عملية الادعاءات والاتهامات الباطلة ضد مصر وضد جيش مصر. نعم، لكن يعني كثيرا ما كان يتباهى جيش الاحتلال سيد محمد بأنه يعني جيش منيع يصعب اختراقه لأبعد درجة. هذه الوقائع التي تحدثنا عنها الآن من داخل الإعلام الإسرائيلي، يعني ما هي تبعاتها وما هي مآلاتها؟ يعني أي جيش منيع وأي جيش أسطوري الذي يتحدثون عنه وهو لم يستطع أن يثبت نفسه في المعارك الميدانية، وهو يعني لولا مساعدة المساعدة الأمريكية المفتوحة والأوروبية المفتوحة بالعتاد وبالمستشارين العسكريين وبالخبراء، لولا هؤلاء ماذا كان حل بهذا الجيش الذي لم يستطع أن يحقق أي هدف سياسي واستراتيجي في غزة، ولم يستطع أن يتمركز يعني لمدة طويلة في أي قرية من قرى لبنان. وبالتالي فهو ليس جيشا يعني يعتبر أو يعتد به، بالعكس إذا نظرنا من الناحية الاستراتيجية نرى أنه لم يحقق أي شيء من الأهداف السياسية التي أعلنها نتنياهو قبيل شن الحرب على غزة ومن ثم شن الحرب على لبنان. هناك فساد كبير داخل الجيش، وهناك قضايا كما قلت تنظر فيها يعني ينظر فيها القضاة في إسرائيل تختص بهذه المسائل، يمكن يعني في وقت عندما يتم وقف إطلاق النار سوف نأتي ونشاهد يعني فضائح كثيرة داخل هذا الجيش. نعم، يعني سيد محمد، لو تابعت معي هذا الخبر، أحد المستوطنين يبلغ من العمر 38 عاما دخل قاعدة لجيش الاحتلال بالقرب من إحدى القواعد العسكرية مرتديا زيا عسكريا ومتنكرا في زي جندي، وسرق أسلحة وألحق أضرارا بالمركبات. المنشآت الأمنية ألا يفترض بها أن يعني من يدخل إلى هذه القاعدة ليس فقط من يرتدي زيا عسكريا، لكن هناك تصريح أمني وهناك موافقة دخول أمني وهناك يعني إجراءات كثيرة للدخول إلى قاعدة عسكرية مليئة بالسلاح. هذا الأمر أتعده خرقا أمنيا أم يعد إهمالا عسكريا أم ماذا يعد من وجهة نظرك وكيف يفسر؟ يعني فضيحة الفضائح عند الجيش الإسرائيلي هو عملية 7 أكتوبر التي جرت وبرهنت كم هو مخترق هذا الجيش. الأمر الثاني هو ما استحصلت عليه حماس من أسلحة كثيرة من الجيش الإسرائيلي. يعني لا يوجد داخل هذه المؤسسة العسكرية تماسك أو يوجد فيها يعني حرص على النواحي الأمنية، بالعكس هناك أمور كثيرة يعني تبدو أنها يعني فيها خرق، فيها اختراق، فيها تسلل إلى داخل الجيش الإسرائيلي إلى قواعده، وبالتالي فهذه المسألة أصبحت معروفة على داخل الجيش الإسرائيلي ولم تعد مخفية. لكن كيف سيعلق أو الإدارة الأمريكية الحالية حتى إدارة الرئيس جو بايدن أو حتى الانطباع الذي سوف يصل إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب حول هذه الواقعة؟ الإدارة الأمريكية تعرف هذه المسائل، لكن أليس هذا إهدارا لأموال دافع الضرائب الأمريكيين؟ وأشار إليها الرئيس ترامب بأن هناك يعني إهدار للمال أصبح قويا بالنسبة داخل لمساعدة إسرائيل. الرئيس بايدن عندما يعني فاتح نتنياهو بهذه المسائل كلها وبعجزه عن تحقيق أي هدف سياسي استراتيجي أجابه نتنياهو فقال له لا تكذب أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عقب على ذلك
الرئيس بايدن في جلسة خاصة وسربت هذه المقولة بأنه يعني عندما يلتقي نتنياهو يجد فيه شخصا كاذبا وأحمقا. يعني هذا التوصيف الذي ذكرته حضرتك الآن ربما له دلالة عميقة جدا حين يأتي التوصيف بهذا الشكل، يعني خاصة إن صدر من جهة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في خضم هذه الأحداث التي تفتعلها إسرائيل. إن شئنا الدقة في توصيف الأمور، ما هي مآلاتها برأيك سيد محمد؟ يعني هي صحيفة هارتس قبل 4 أو 5 أيام نشرت تخوفا من أن الرئيس ترامب لن يسكت على ارتكابات أو مخالفات نتنياهو أو عدم دقته في 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 نقل الموقف على حقيقته، وأنه من الممكن جدا أن يعتبر بأن نتنياهو قد انتهت مدته، وبالتالي هناك اتصالات أمريكية من إدارة الرئيس ترامب مع الأحزاب السياسية في إسرائيل لاتخاذ موقف من نتنياهو، قد يكون موقفا قضائيا يدفع على المسؤول أمام المحاكم وأمام القضاة وخاصة القاضي أو المستشارة رئاسة الحكومة التي تتهمهم مباشرة بتزوير وثائق، تتهمهم مباشرة بمخالفة القانون. يعني هذه المسائل كلها لها دلالات، لذلك أرى أن نتنياهو يندفع أكثر ويمعن أكثر في جرائمه، في حروبه، في إبادته، من أجل أن يقول كلمته المعهودة: نحن في وسط حرب، ويؤجل المسؤول أمام القضاء. لكن وبحسب ما وصفت حتى المعارضة الإسرائيلية، إن كان يائير لابيد أو بيني جانس حتى أو عفوا أكثر من شخصية مسؤولة ممن انضموا إلى كتائب المعارضة مؤخرا، تحدثوا أن نتنياهو هو من افتعل كل هذه الأمور. قالوا أكثر من مرة لو كان نتنياهو استمع إلى يوف جالانت حين كان وزيرا للدفاع وأوقف إطلاق النار واستعاد الرهائن لما كانت كل هذه الجبهات مفتوحة على إسرائيل الآن. هل صانع القرار لا يعي هذه الأمور، أم أن نتنياهو يفعل كل هذا متعمدا للهروب من المحاكمة؟ هو يفعل ذلك ليحقق أمرين: أولا الهروب من المحاكمة، ثانيا ليطيل أمد وجوده في السلطة كرأس للحكومة الإسرائيلية. جالانت قال اليوم أمس، يعني تحدث وكشف أشياء كثيرة، أن نتنياهو يقوم لمصلحته الشخصية بهذه الأعمال، يقوم ويخطط للحروب وللتوسع لمصلحته الشخصية. نتنياهو مصاب ب يعني شعور العظمة الفارغة، أنه يريد أن يقول أنني يعني بعد بن غوريون يأتي عهد نتنياهو الذي استكمل بناء الدولة الإسرائيلية الكبرى. هو الآن يخطط لأن يسيطر سياسيا أو على الضفة الغربية، وأن يكون له السيادة على الضفة الغربية. وللأسف يعني بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب يوافقونه على هذه المسألة، مثل هاكابي السفير الجديد في تل أبيب الذي يقول هناك احتمال قوي أن تؤيد الإدارة الأمريكية سيطرة أن تصبح يعني الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية. هو يسعى إلى التوسيع أكثر ويتملص من أي عهد، من أي مشروع، من أي قضية تعطوق عليه، من أي صفقة يرضى بها أولا، ثم يعود في اليوم الثاني يعني يهمس لبن غفير أو لسموتريتش بأن يهددوا بانفراط العقد الحكومي، وبالتالي هو يتخلص من هذه الصفقة أو هذا المشروع لوقف إطلاق النار المتعدد في سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان. هذا يبرر يعني، وهو يريد أن يبرر ويؤكد بقائه في السلطة. يتحدث عن أن إسرائيل تواجه 7 جبهات، ويتحدث عن أنه هي معركة وجود. كل هذه المسائل أصبح مكشوفا أن نتنياهو يريدها لبقائه في السلطة، لكي وهو يعرف تماما أن عند وقف إطلاق النار سوف يكون أمام المحكمة عنده حوالي 8 قضايا أو 10 قضايا يعني ستودي به إلى السجن. نعم، لكن
يعني في الخامس من الشهر الجاري الذي نحن فيه تمت الإطاحة بيوآف جالانت وزير الدفاع، وتم تعيين إسرائيل كاتس الذي كان وزيرا للخارجية عوضا عنه. هذا الشخص الذي لم يمر على تعيينه شهر حتى الآن، كيف سيتعامل مع هذه الوقائع استنادا لرؤية حضرتك وقراءتك لعقليته حين كان وزيرا للخارجية؟ إسرائيل جاتس هو يسمونه في المجتمع الإسرائيلي الداخلي بأنه وزير الواتساب، يعني هو ينظر إلى الواتساب بماذا يوجهه نتنياهو فيتصرف. هو لا يملك خطة، لا يملك رؤية من أجل أن يتصرف بها. يعني نتنياهو عندما عينه وزيرا للدفاع أصبح هو الوزير الفعلي للدفاع، نتنياهو تحديدا، وبالتالي فهو لا ينظر يعني إلى هذا الوزير على أنه قادر على أن يبادر على أن يفعل شيئا. ولذلك نرى التخبط موجود داخل الحكومة الإسرائيلية ما بين وزير الخارجية ساعر وبين وزير الدفاع جاتس. وبالتالي فيعني واحد يقول أنه في اتفاق مثلا مع لبنان سأصبح قريبا جدا، الآخر يقول أننا سندخل وسنوسع ونمدد الحرب البرية في لبنان. هذه المسائل تشير إلى تخبط داخلي بين داخل الحكومة، وبالتالي أنه يعني كاتس تحديدا لا يملك مثل هذه المبادرة أو هذا المخطط أو هذا المشروع الفكر الاستراتيجي من أجل أن يقود الجيش فيه. نعم، وربما كان هذا هو سؤال التالي سيد محمد. نعم. يعني إن استطلعنا الوقائع في الداخل الإسرائيلي سوف نجد أمرا ربما هو غير معتاد، يعني هذه واقعة الآن، واقعة سرقات الأسلحة حصلت داخل قواعد تتبع للجيش الإسرائيلي، لكن سوف نجد أن من يحقق فيها الآن هي الشرطة والأمن العام وليس جهاز الأمن الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، حتى بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية. إسرائيل كاتس كان وزيرا للخارجية وكان برلمانيا دبلوماسيا، أصبح وزيرا للدفاع. جدعون ساعر الذي كان في صفوف يعني إلى حد ليس ببعيد كان يحسب على المعارضة أصبح فجأة في الليكود وأصبح وزيرا للخارجية. هذه التشابكات إلى ماذا تشير وإلى ماذا تدلل حول الداخل الإسرائيلي؟ تدلل على أن نتنياهو يريد أن يكون الحاكم المنفرد سواء ما يتعلق بوزارة الدفاع أو ما يتعلق بوزارة الخارجية. وبالتالي هو لا يعتمد إلا على اثنين، سموتريتش وبن غفير، يسيرهم ويرسم لهم الطرق التي ينبغي أن يسيروا فيها من نوع الصهيونية الدينية ومن نوع العصبية والعنصرية الإسرائيلية الصهيونية. هو يتصرف على هذا الأساس، هو لا يريد أن يكون في داخل الحكومة الإسرائيلية وزيرا يناقشه أو يخالفه في الرأي وبالتالي يطرح مشاريع جديدة. هو يريد أن يطرح هذه المشاريع، هو أن ينفذ رؤيته سواء بالنسبة للبنان أو لغزة أو للضفة الغربية. هذا ما يريد أن يفعله. تصور أن رئيس وزراء إسرائيل يقف في الكونغرس الأمريكي ويقول أن نحن ندافع عن أمريكا. يعني عندما يصل نحن نحارب إيران بالنيابة عن أمريكا، هذا أذكر هذا التصريح، قال نحن بالخطاب نحن ندافع عن أمريكا حرفيا. تصور يعني هذا المستوى من الانتفاخ العظمة الفارغة عند نتنياهو، كيف يتحدث بهذه المسألة وهو يعني عندما قررت الإدارة الأمريكية حجب بعض القنابل عنه يعني كان على اتصال دائم، اتصال يستجدي هذه الإدارة كي ترسل له هذه الذخائر. لكن حضرتك أوردت أن سموتريتش وبن كفير هم مسيرين من قبل نتنياهو تحت مسمى يعني الصهيونية الدينية أو ما إلى ذلك. نعم. لكن واقع الأمر سيد محمد، بن كفير وسموتريتش هل هم مسيرين من قبل نتنياهو أم العكس هو ما يحدث؟ هم متفقون معه ومتحالفون معه، يعني برغماتية بحتة ما بين الطرفين على مشروع واحد. هذا المشروع الواحد يعني يتبادلون فيه الأدوار. نتنياهو عندما يعني يضغط عليه رئيس أمريكا مثلا بايدن، وعندما أعلن عن المبادرة لتنفيذها بوقف إطلاق النار في غزة، سارع سموتريتش إلى التهديد بفرط عقد الحكومة والائتلاف الحكومي، وكان ذلك يعني عدة مرات فعل ذلك هو وبن غفير، وتبين فيما بعد أنهم بالاتفاق مع نتنياهو
يعني يلجؤون إلى هذا التصرف من أجل أن يتملص ويماطل في عملية وقف إطلاق النار وفي وقف الإبادة الجارية. برأيك هل سوف يتم إلصاق هذه التهمة بيوآف جانت وزير الدفاع السابق؟ وزير الدفاع السابق يعني كان وزيرا أيضا في الحكومة، ولكن كانت له رؤية يعني فيها افتراق عن نظريات، لكنه كان معارضا لنتنياهو في كثير من الأمور. معارضا طبعا، ما قلت أنه في عنده رؤية تختلف عن نتنياهو، سواء بالنسبة لموضوع الأسرى، سواء بالنسبة لتجنيد الحريديم، إلى هذه المسائل. يعني كان هو وصلت فيه المرحلة خلال حرب غزة وخلال اشتداد حرب غزة أن يقول يعني يكفي هذا إلى هذا الحد، ينبغي أن يعني نلجأ إلى حل سلمي أو نلجأ إلى اتفاق من أجل تحرير الأسرى. بالنسبة للبنان قال أيضا أنه ليس بالقوة وحدها يمكن أن نحقق إنجازات في لبنان، هناك عمل دبلوماسي ينبغي أن نتبعه. هذا الكلام كان يعني في خلاف أو اختلاف عن توجه نتنياهو. نعم، أنت كاتب ومحلل سياسي لبناني سيد محمد. نعم. على ضوء هذه الحادثة التي نتناولها الآن، برأيك كيف ستؤثر على المسرح العملياتي فيما يتعلق بالجنوب، إن كان في جنوب لبنان أو جنوب الضاحية من بيروت؟ يعني هو آخر المعلومات تفيد أن الحكومة اللبنانية قبلت بمسودة الاتفاق التي عرضها هوكشتاين عليها، مع تحفظ على فقرة واحدة أو بند واحد يتعلق بالإشراف الأمريكي الفرنسي البريطاني الألماني على تنفيذ القرار الأممي 1701. ولكن لوحظ في هذا المجال يعني أن نتنياهو أدلى بتصريح قال فيه إذا لم يستجب لبنان للهدنة فإننا سنمدد العمليات البرية داخل أراضيه. هو يعني السؤال إذا كان مفهوما أن لبنان يريد وقف إطلاق النار، يريد تطبيق 1701، طيب ماذا تريد إسرائيل؟ لماذا إسرائيل تقبل بهذه المسألة؟ بعد الدراسة يمكن أو التحليل لهذه المواقف قيل أن نتنياهو يريد أن يقدم هدية للرئيس ترامب على فوزه وأن يوقف إطلاق النار في لبنان. أنا أرى أن هذا الكلام سطحي، يعني ليس صحيحا. أعتقد أن هناك تبادل هدايا، يعني نتنياهو يريد أن يقدم هدية لترامب على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن بالمقابل ترامب سوف يقدم له هدية ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب هجابي صرح بأن هناك يعني احتمال قوي عند الإدارة الأمريكية لتأييد بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. لحقه أو تبعه في ذلك وزير الدفاع المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية بيت هيجست، قال نفس الكلام وأزاد عليه بأنه ينبغي أن تمحى غزة من الأرض من الوجود. نعم. فهذه المسألة يعني صحيح نتنياهو يعني يحاول التقرب جدا من إدارة ترامب، لكن بالمقابل هناك هدايا متقابلة، يعني هناك مشروع أو صفقة فيما بينهما أن نوقف في لبنان ولكن نفتح موضوع غزة، لكن موضوع الضفة الغربية. الضفة الغربية، نعم. وسوف نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، لكن حتى لا يحدث التباس وحتى يعني نضمن أننا نسير في مسارنا الصحيح، تتحدث حضرتك أن المعلومات المتاحة الآن أن الدولة اللبنانية وافقت على هذه المسودة، تتحدث عن المقترح الذي ساقه أموس هوكشتاين من الخارجية الأمريكية المتعلق بوقف إطلاق النار في غضون 60 يوما، أم تتحدث عن 1701 بلس الذي كان فيها استباحة الأجواء اللبنانية للطيران الإسرائيلي في حال حدوث هجوم من حزب الله، إلى أيهما تقصد؟ لا، أنا أقصد أنه الورقة التي سلمتها السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون إلى الرئيس. إذن هو وقف إطلاق النار في خلال 60 يوما، هذا ما تقصده حضرتك؟ نعم، وقف إطلاق النار خلال 60 يوما، أن يتولى الجيش اللبناني وحده مهمة الأمن في الجنوب، جنوب نهر الليطاني. ثالثا أن
أي تصنيع أو شراء للسلاح أو تصنيع السلاح داخل لبنان يجب أن يكون بمعرفة الحكومة اللبنانية وتحت إشرافها، طبعا أن ينسحب حزب الله إلى الشمال الليطاني، أن تتشكل لجنة أمريكية فرنسية بريطانية ألمانية من أجل أن تشرف على هذه المشكلة. وهذا ما رفضته الحكومة اللبنانية، تحفظ على هذا البند وطالب بأن يكون تكون لجنة أمريكية فرنسية ممكن أن تنضم إليها الأردن، على أن يكون عملها ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، فيصبح اسمها يونيفيل بلس. هذه المسألة يعني أعتقد أن تم القبول بها، بانتظار غدا أو اليوم الاثنين يعني ما سيعلنه حزب الله بالنسبة لهذه المسودة، مسودة الاتفاق، خاصة إذا لم يكن هناك يعني إعادة نظر أو رأي مغاير لإيران في هذه المسألة، حملها معه لاريجاني خلال زيارته لبيروت قبل يومين. ولكن المؤشر الوحيد لهذه المسألة أو المؤشر الأساسي لهذه المسألة إذا كان صحيحا كل ذلك، أن هوكشتاين يأتي إلى لبنان يوم الثلاثاء كما قيل أو يوم الأربعاء، على أن ينتقل ليتسلم الجواب اللبناني وينتقل إلى إسرائيل. لكن برأيك كيف سيتعامل نتنياهو مع هذه الورقة؟ هل كما تم الاعتياد منه بحسب ما نقلت بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام، أنه كثيرا ما يعني كما يقال في الأمثال أنه يضع العقدة في المنشار، يحاول أن يعطل أي اتفاق ربما يحلحل الأمور إن كان في قطاع غزة أو حتى في لبنان؟ هل باعتقادك أنه سيتساهل هذه المرة أو سوف يدفع إلى حل الأمور في لبنان؟ يعني هو ليس لا يتساهل نتنياهو، المسألة أن نتنياهو النفعية إن شئنا الدق يعني عاجز عن تحقيق أي إنجاز في الأراضي اللبنانية. هو شن حربا برية، لكنه مثلا بالأمس حاول أن يدخل إلى قرية اسمها قرية شمع، وهي قرية صغيرة مكث فيها عدة ساعات ثم أجبر على مغادرتها. يحاول أن يدخل من جهة من ناحية الساحل، أيضا لا يستطيع، يعني يدخل بضعة كيلومترات ثم يتراجع فورا. كل عمله وكل إنجازاته هو تفخيخ المنازل والأبنية وتهديمها وإحراق الأرض بالفوسفات أو القنابل الفوسفورية التي تعطل إعادة إنتاجها لأربع أو خمس سنوات. لم يستطع نتنياهو أن يدخل إلى 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 الأرض اللبنانية ويحتلها ويتمركز فيها. مش المهم أنه يوصل، يعني المهم أنه يتمركز ويبقى. لم يستطع أن يفعل هذا الشيء. طبعا إضافة إلى ذلك كما قلت أنه الضفة الغربية تهم نتنياهو أكثر من لبنان، لأن مخططه الأساسي هو السيطرة على كل فلسطين الطبيعية. وبالتالي إذا كان صحيحا أن الرئيس ترامب سوف يؤيده في هذه المسألة لقاء أن يوقف الحرب على لبنان ويوقف إطلاق النار، ساعتها يعني يكون يعني الصفقة تمت بهذا الأساس، وتضاف إلى سجل ترامب في تهويد القدس وبسط السيادة الإسرائيلية على الجولان، والآن العملية الثالثة فهي بسطها على الضفة الغربية. لكن هذه المسألة طبعا لن تكون سهلة يعني بالنسبة للضفة الغربية، هناك سيكون هناك معارك طاحنة، سيكون هناك تهجير، سيكون هناك نزوح، سيكون هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لهذه المسألة. ولذلك أعتقد أن نتنياهو أيضا بهذا التفكير كان بده يسحب فرقتين أو ثلاثة من الخمس فرق الموجودين في مواجهة لبنان، بعد أن يطمئن إلى أن يعني تم فك وحدة الساحات. طبعا إذا طبق 1701 يعني فك المساندة بين لبنان وغزة. نعم، لكن يعني قبل أن نعود إلى الشأن اللبناني مرة أخرى، تحدثت حضرتك أكثر من مرة وأشرت إلى ما يتعلق بمحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالكامل. ربما إن شئنا التوصيف السياسي الدقيق لهذا الأمر لن يكون تهويد الضفة الغربية، إنما ربما محاولة القضاء على السلطة الفلسطينية الشرعية المعترف بها في القانون الدولي، بسط السيادة السياسية على الضفة الغربية كما في الجولان. لكن يعني هذا بسط طبعا الجولان أنا يعني أتفق مع حضرتك، الجولان يعني منذ الثمانينات ووضعها معلوم ولازالت في محل نزاع، لكن فيما نتعلق في الضفة الغربية نحن نتحدث الآن عن مركزية السلطة الفلسطينية المتواجدة بداخل الضفة.
هل معنى هذا الأمر أن نتنياهو يريد أن يقضي تماما على السلطة الفلسطينية الشرعية المعترف بها في القانون الدولي وفي الأمم المتحدة من خلال عملية الضفة؟ هذا سؤالي. طبعا هو يريد ذلك، والدليل أن سموتريتش هو الذي أعلن أنه آن الأوان لكي نبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. بعدها بيومين صدر عن مكتب نتنياهو أنه يتجه لتحقيق هذه المسألة عقب دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، عقبه مباشرة. يعني رأينا عدة اتصالات وعدة مواقف في هذا المجال. يعني في اتصالات قام بها وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية دريمر، قام فيها هنا في البيت الأبيض، والتقى مش بالبيت الأبيض، التقى الرئيس ترامب وطرح معه هذه المسألة. وبالتالي رأينا عدد من الأركان الإدارة، إدارة الرئيس ترامب، يتحدثون بهذا الموضوع. يعني عندما يتحدث السفير الأمريكي الجديد الذي سيصل إلى تل أبيب هكابي، وعندما يتحدث وزير الدفاع المرتقب، يعني حتى المسؤول عن ملف الشرق الأوسط الذي سيعينه أو الذي اقترحه الرئيس ترامب أيضا يعني يتحدث قريبا من هذه الأجواء. نحن في حالة حرب حاليا مع يعني الضفة الغربية وغزة ولبنان في حالة حرب. وبالتالي نتنياهو لا يعترف باتفاق، أسقط اتفاق أوسلو أصلا، أسقطه وقال أنه لم يكن يجب أن يعقد. وبالتالي هو بذلك يواجه أي شرعية بدأت توقف، يعني لا يأبه لشرعية، لا يأبه لأمم متحدة، لا يأبه. نتنياهو ليس كذلك، تفكيره هو أن يسيطر وينشر المستوطنات. هذا هو كل تفكيره في هذه المسألة، ولا يعني يرتبط بأي قانون دولي أو أي عرف دولي إطلاقا. وإلا كان مفروض أن ينفذ كل القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، هو لا يعترف بذلك ولا يعترف بهذه الشرعية. نعم، لكن هرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال قال إنه سوف يواصل القتال في العمق اللبناني، أليس كذلك؟ ونحن الآن وحدك أن تتحدث أن عامل سوكستاين ربما يعود مرة أخرى يوم الثلاثاء، فما الجمع بين التصريحين؟ هو هاليفي يعني كثيرا ما يتحدث بهذه المسألة ليثبت لنتنياهو أنه كان جديرا أكثر من جالانت، وبالتالي أنه أبقاه برئاسة الأركان، فهو بالتالي يزايد على هذه المسألة. لا أعتقد أن هناك موقف يعني واحد يعني متفق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية. هاليفي يقول كلاما معينا، يمكن يكون يقصد بهذا الكلام زيادة الضغط، لأنه إحنا الآن نعرف أنه عندما تطرح أوراق أو وثائق الاتفاق أو مسودات الاتفاق أو بداية مفاوضات غير مباشرة، كل طرف من الأطراف يشد من محاولاته ومن هجوماته، ويعني يضغط أكثر على الطرف الآخر من أجل أن يحصل على أوراق تفاوض. اليوم نحن نشهد أن إسرائيل يعني تدمر بالجنوب، وتدمر بمثلا مدينة صور، تدمر بالضاحية الجنوبية لبيروت في البقاع كل يوم حوالي مثل ما قال نتنياهو، يعني كل ساعتين غارة. ف يعني نوع من الضغط الشديد، بالمقابل المقاومة يعني 130 او 150. قبل ان ننتقل كل يوم، اذا سمحت لي سيد محمد، قبل ان ننتقل الى ما تقوم به المقاومة، سوف نتناول هذا الخبر المتعلق بهرتسي هاليفي. أكد رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أن الجيش سيواصل القتال والهجوم في العمق اللبناني وإلحاق ضرر كبير بحزب الله. وخلال قيامه بجولة ميدانية وتقييم للوضع في منطقة كفر كلا جنوب لبنان، تعهد هاليفي بإعادة سكان الشمال لمناطقهم بأمان. هذا وأعلن قائد القيادة الشمالية المطلة منطقة عسكرية مغلقة بسبب نشاط الجيش في جنوب لبنان.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله. وأكدت وسائل الإعلام أن الجيش أقر سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية، كما أشارت إلى أن الجيش وضع بطاريات مدفعية في جنوب لبنان لزيادة مدى النيران في عمق المنطقة. جدد جيش الاحتلال غاراته على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مستهدفا أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. يأتي ذلك عقب شن الاحتلال 5 غارات على الضاحية الجنوبية زاعما استهداف مواقع تابعة لحزب الله. هذا وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف طال 4 أبنية سكنية في حارة حريك، فضلا عن استهداف مناطق لم يتم إنذار سكانها بالإخلاء. أصدر جيش الاحتلال أوامر لسكان 15 قرية في جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي. وفي بيان له حذر جيش الاحتلال من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية. هذا وشن الاحتلال غارة على منطقة الخيام جنوب لبنان، وأفاد مراسلنا باستهداف الاحتلال لمدينة صور جنوبي القطاع ب10 غارات حتى الآن، فيما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية تدمير مبنيين وتضرر مجموعة أبنية. قال جيش الاحتلال إنه استهدف مواقع عسكرية لحزب الله في صور شملت مقر ومستودعات أسلحة وبنى تحتية استخباراتية. وفي سياق ذي صلة استشهد عنصران من الدفاع المدني اللبناني جراء قصف إسرائيلي على بلدة الرمادية في صور جنوبي البلاد، كما أصيب 6 لبنانيين جراء غارة على قرية أرنون بقضاء النبطية. في الوقت ذاته أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال شنت غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدة النبي شيت وطبشار جنوب شرقي بعلبك. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم 5 أطفال جراء غارة نفذها جيش الاحتلال على بلدة الخريبة. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 3452 شهيدا و 14664 مصابا منذ بداية العدوان على لبنان. أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من لواء جولاني في جنوب لبنان. وفي بيان له أشار جيش الاحتلال إلى أن الجندي قتل خلال اشتباكات مع عناصر من حزب الله في الجنوب اللبناني. أكد حزب الله قصف قواعد حيفا التقنية والبحرية وستيلا ماريس وطيرة الكرمل، كما أعلن قصف قاعدة نيشر التي تضم محطة غاز في جنوب حيفا للمرة الأولى. وفي وقت سابق أعلن الحزب استهداف دبابة مركافة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخ موجه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال شرقي بلدات مارون الراس ومركبة والمنارة وثكنة يعرى وموقع العباد ومستوطنتي كريات شموني وأفي ميم برشقات صاروخية، وكذلك قصف قاعدة شراغة شمالي مدينة عكا. أعلن جيش الاحتلال تضرر كنيس في هجوم صاروخي كبير شنه حزب الله اللبناني على مدينة حيفا. وفي بيان له أكد جيش الاحتلال أن القصف أسفر عن إصابة 2 مشيرا إلى إطلاق نحو 10 مقذوفات على خليج حيفا تم اعتراض بعضها. كانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أشارت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح في منطقة الكرمل بحيفا جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان.
نعود إلى ضيفنا من القاهرة السيد محمد سعيد الرزا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أجدد الترحيب بك سيدي. وكذلك انضم إلينا من ولاية كنتك الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، أهلا بكما معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وأبدأ النقاش معك دكتور إحسان الخطيب من الولايات المتحدة الأمريكية. كنا نتناقش منذ قليل مع السيد محمد سعيد الرز حول المقترح الذي سوف يعود به السيد آموس هوكستاين خلال الأسبوع الجاري لعرضه على نتنياهو بعد الموافقة المبدئية من الدولة اللبنانية بحسب ما صرح السيد محمد سعيد، مع الاعتراض على اللجنة المشكلة لمتابعة الأوضاع للمرة الألف ربما. دكتور إحسان، هل تنجح إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في حلحلة الأوضاع قبل أن تغادر البيت الأبيض؟ تحياتي للجميع. لست متفائلا إطلاقا في ظل هذه الإدارة. اليوم هي لين داك، إدارة عرشاء بط عرشاء، يعني تحضر نفسها للخروج من البيت الأبيض. بايدن يعني يعتقد أنه هذا سجل ناصع له، أنه لم يضغط على إسرائيل إطلاقا ولم قدم لها دعم قياسي استثنائي، وهو لن يضغط على إسرائيل. ودون ضغط على إسرائيل لن يتحقق أي شيء، لأن إسرائيل اليوم يدمر في لبنان، يعتقد أنه ينجح في لبنان، يعتقد التدمير هي أداة يعني المفاوضات، يعني كما في غزة يقول أدمر على أساس هذا طريقة مفاوضة الضغط على لبنان. ولكن ضغط على لبنان صحيح، ضغط على لبنان، على الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني، ولكن حزب الله لم ينتهي. حزب الله لا زال موجودا يقاوم ويحارب في جنوب لبنان بشراسة وبشجاعة. لا يستطيع إنهاء حزب الله، ولن يقبل لبنان بشروط يعني تأخذ من سيادته ويعطي، لن يعطي للإسرائيلي ما يريده، والأمريكي لن يضغط على الإسرائيلي، والأمريكي يعني لا يلعب دور بسيط نزيه، هو طرف يعني وجرم إسرائيل تماما، يقدم كل الدعم لإسرائيل، ولولا هذا الدعم لم يكن هناك حرب. لست متفائلا كل هذه الأمور، يعني ليس لحكومة نتنياهو أي سبب أن تعطي أي شيء لإدارة بايدن على أي حال. هذه الإدارة في طريقها للخروج من البيت الأبيض، وهناك فريق عمل جديد يأتي إلى البيت الأبيض، وهم ربما يقدموا شيء لهذا الفريق الجديد، ولكن هذا الفريق القديم لقد استنزفوه، أخذ كل شيء منه، وما في داعي يقدموا أي جوائز. نعم. أعود إلى ضيفي من القاهرة السيد محمد سعيد وأتوجه به إلى هذا السؤال. ربما سيد محمد يعني في خضم الأخبار التي تناولناها الآن نستطيع أن نستقرئ أن العمليات الإسرائيلية أو الضغط الإسرائيلي إن كان العسكري أو السياسي لم يقتصر فقط على نهر الليطاني، إنما بدأنا نشهد مؤخرا كثيرا ما يتعلق بنهر الأولي. لماذا برأيك، رغم أن الحديث الأساسي حول 1701 هو من الخط الأزرق وحتى الليطاني في الجنوب، حتى هذا ما هددت به قيادة الجيش الإسرائيلي من أنه إذا لم يستجب لبنان لمساعي التسوية فهو لن يكتفي بحدود نهر الليطاني، ولكنه يعني يشمل بالتهديم وبالتخريب أيضا المنطقة الواقعة شمال الليطاني، وبالتالي وصولا إلى نهر الأولي. يعني هذه المسألة يعني تعتبر تهديدا للبنان من باب الضغط. يعني نحن نعرف أن الرئيس نبيه بري بما يمثله من قطب سياسي لبناني، وبالتالي رئيس مجلس النواب، وبالتالي هو السلطة الآن بغياب رئيس الجمهورية هو السلطة الثانية في لبنان، وما أوكل إليه من قبل حزب الله بأن يتولى عملية التفاوض. إسرائيل تقوم بالضغط عليه، يعني مدينة صور مثلا على سبيل المثال والمنطقة المحيطة بها، ثم إذا جئنا إلى الضاحية الجنوبية مناطق حارة حريك، الغبيرة، الشياح، هذه كلها مناطق يعني تميل بشريا لأنصار الرئيس بري. هي يعني مقفلة انتخابيا له، فبالتالي الضرب، تركيز الضرب على هذه المناطق، يعني مضى علينا حوالي 4 أيام أو 5 أيام والضرب الإسرائيلي، القصف الإسرائيلي يطال هذه المناطق تحديدا، هي من باب الضغط عليه، وبالتالي على كل لبنان. يعني بالنسبة لموضوع التسوية أو موضوع ما يطرح من أفكار، أعتقد أن هوكشتاين يعني لم يعد يمثل بالكامل
الرئيس بايدن، هو يعني معروف أنه ذهب إلى الرئيس ترامب والتقى به ويعني أخبره أنه سيقوم بهذه المهمة في لبنان، فقال له تابع عملك. معروف عند الانتخاب عند في الإدارة الأمريكية أنه عندما تفوز أو يفوز مرشح غير الرئيس الموجود في البيت الأبيض كل المهمات الخارجية يستشار بها الرئيس الفائز، يستشار بها ويأخذ تعليماته من الرئيس الفائز ثم يعني يقوم بعمله. قال له ترامب قم بعملك، يعني باشر عملك بهذه المسألة. وبالتالي موضوع التسوية في لبنان، يعني موافقة الدولة اللبنانية كما قلت هي لغاية الآن موافقة على 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 مسودة التسوية التي طرحت، ما عدا البند الذي حضرتك تحدثنا به عن موضوع اللجنة. هل إسرائيل أو نتنياهو سوف يرضى في حال كانت الصفقة بين لبنان وبين إسرائيل بمقابل أن تكون هناك يعني بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومن كل ما تعنيه من مخاطر أيضا، وأن يؤيد ترامب هذه المسألة، يعني هي بتهم نتنياهو أكثر من لبنان؟ نعم، واسمح لي أن أخذ هذه النقطة وأعود بها إلى ضيفي من ولايتك كنتاكي دكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، يعني على ضوء ما تفضل به السيد محمد سعيد حول بحسب ما صرح يعني قيام عاموس هوكستاين بزيارة الرئيس الجديد المنتخب السيد دونالد ترامب، والحديث حول أنه سوف يستمر في هذا الأمر وأنه قال له أن يمضي قدما في هذا الملف، كيف تقرأ هذه الواقعة على ضوء ما تفضل به السيد محمد سعيد؟ عزيزي، أختلف مع ضيفك الأستاذ محمد. يعني رئيس أمريكا لها رئيس واحد في وقت واحد، ليس هناك رئيسان. اليوم رئيس أمريكا هو بايدن ليس ترامب. ترامب هو رئيس المنتخب لكن لا صلاحية له إطلاقا، يعني لا حاجة لأخذ إذن منها. يعني يخبرونا ما يطلعون لأن سينتقل البيت الأبيض قريبا، ولكن لا يأخذوا أي إرشادات منه. هو رئيس منتخب، ويبقى بايدن هو رئيس البلد، قائد القوات المسلحة، يعني له كل الصلاحيات حتى آخر لحظة من انتقال السلطة بجانوري 20 بيناير 20 عندما يتم تسليم السلطة لترامب. فهو هذا رئيس أمريكا هو اليوم، يعني يضعونها في الصورة. نعم، ولكن بنهاية المطاف اليوم نتنياهو يعرف أن بايدن ضعيف، وهو اليوم أضعف من أي وقت مضى، وهم ليسوا بحاجة لتقديم أي شيء لإدارة بايدن، أنه أي تنازل اليوم من الجانب الإسرائيلي هو تنازل لإدارة بايدن. فماذا يستطيع أن يقدم لهم بايدن؟ بايدن قدم لهم كل شيء، وهو حتى لا يؤمن بمبدأ الضغط أساسا. يعني فلذلك يعني لن يفعل أي شيء من أجل إدارة بايدن. ربما يعني مثل ما صار مع ريغان عندما تم إخلاء المحتجزين من إيران مثلا، عندما انتقلت السلطة له يعني كهدية له في البيت الأبيض وانتقام من كارتر مثلا، يمكن يحصل ذلك. ولكن بايدن هو رئيس أمريكا اليوم، هو الذي يأمر وينهي، وهو الذي توجيهاته هي دعم إسرائيل بشكل غير محدود. الأمريكي عزيزي غير جاد في الموضوع، كل هذه المفاوضات التي نراها الأمريكي غير جاد فيها إطلاقا، لأنه بدون ضغط لن يحصل أي شيء. هذا أولا. ثانيا، الإسرائيلي يعني سعيد جدا بتدمير لبنان، يعني عنده يحط تدمير لبنان، يعني ما عنده مشكلة يدمر يقصف بلبنان، يرعب الشعب اللبناني إرهاب. هناك إرهاب للشعب اللبناني، هناك لكل الشعب اللبناني، يعني ضارب في أماكن مختلفة بالنهار بالليل، جدار الصوت، المسيرات، إرهاب الشعب اللبناني كامل. لذلك يعني هناك كراهية اليوم لإسرائيل من جانب كل الشعب اللبناني. هو كان الإسرائيلي يراهن على ماذا؟ يراهن أنه غباء بعض اللبنانيين يعني يستخدموا الهجوم الإسرائيلي كنقطة خلاف بينهم، يعني يدخلوا يفتحوا معركة مع حزب الله خلال الحرب، كما هدد يعني كما حذر الفرنسي انه هناك خوف من حرب اهليه في لبنان. يعني يدخلوا اللبنانيين في مشكله مثلا انتخاب رئيس في جو الحرب، كلام عن ساحب سلاح حزب الله في استخدام الحرب الاسرائيليه على لبنان كاداه للسياسه الداخليه اللبنانيه، وكان هذه يعني مشكله كبيره لما حصل. يعني تحت تهديد السلاح الاسرائيلي الدوله الاسرائيليه تقول اريد انتخاب رئيس لبناني واريد ان احجب حزب الله واسحب سلاحه تحت نار الإسرائيلي. وهي يعني كانت يعني غياب الحكمة تماما يعني في التعامل مع هذا الموضوع. لذلك الحكيم في لبنان هو نبيه بن ريه، والحكيم الآخر هو وليد جملاك. يعني صحيح موضوع
حزب الله موضوع يعني فتح الحرب على لبنان أعطى ذريعة على إسرائيل، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للكلام في هذه الأمور. بعد وقف إطلاق النار لكل حادث حديث، ولكن استخدام الضربات الإسرائيلية لتحقيق مكاسب داخلية هذا يعني حرب أهلية ويعني التناحر بين اللبنانيين. لليوم أعتقد ميقاتي وبري وجنبلاط أداروا العملية السياسية الداخلية بحكمة، يعني ابتعاد عن التصعيد، لأنه اليوم هناك فئة كبيرة من اللبنانيين، ثلث الشعب اللبناني الشيعة بلبنان أغلبيتهم تدعم حزب الله، وهم يتعرضوا لكارثة. يعني صحيح لبنان كله يضرب، ولكن هم بالتحديد يدفعوا الثمن الأكبر. وغياب الحكمة عند سمير شعيه هي أن يقول دعوا ننتخب رئيس جمهورية لحظة مناسبة، دعوا نتكلم عن سلاح حزب الله في ظل هذه الحرب على لبنان. هذه خطيئة كبيرة في حق البلد، يجب وقف إطلاق النار أولا، ومن ثم الدخول في موضوع جدي، مناقشات جدية، انتخاب رئيس جمهورية وبحث موضوع سلاح حزب الله. لا يجوز أن يكون ثلث الشعب اللبناني تأخذ قرار حرب السلم بدون استشارة الشركاء الباقين. النظام توافقي، نظام طائفي توافقي بين جميع المكونات اللبنانيين، هناك الدروز، هناك السنة، هناك المسيحية. لا يجوز أن فئة واحدة تأخذ قرار حرب السلم وتدخل البلد في هذه الهوة العميقة. لبنان دخل في هذه الكارثة بسبب قرار حزب الله لم يستشر أحدا، حتى رئيس جيمي قاتب له معتدل وحكيم، قال عندما سألوه عن وقف إطلاق النار قال إطلاق النار لم يكن قراري، ووقف إطلاق النار ليس قراري كمان. فهي الدولة اللبنانية هي الضحية والشعب اللبناني هو الضحية. حزب الله يمكن أن يقاتل لسنوات، يعني أعتقد يمكن أن نقاتل 20 عام إلى المستقبل يعني، ولكن هل يستمر لبنان؟ هل يبقى هناك لبنان؟ هل يبقى هناك شعب لبناني؟ هذا هو السؤال. نعم، وبهذا السؤال عفوا أو بما تفضلت به حضرتك دكتور إحسان، أعود إلى ضيفي من القاهرة السيد محمد سعيد. وعلى ضوء ما تفضل به الدكتور إحسان حول الوضع في لبنان وحزب الله وكذلك الدولة اللبنانية، برأيك ما هو الحل الأمثل الآن سيد محمد لحلحلة الوضع ووضع جبهة توافق، دعنا نقول، ما بين ما فعله حزب الله وكذلك الجبهة السياسية المتمثلة في السيادة اللبنانية لحل هذه الأزمة المتعلقة بوقف إطلاق النار؟ نعم، اولا بس بحب يعني اوضح موضوع. انا معلوماتي بالنسبه لهوكشتاين والرئيس ترامب مش من عندي، هذه نشرتها وسائل اعلام امريكيه وانا قراتها، وبالتالي التحليل بنيته عليها. المساله الثانيه ان يعني لبنان الان يعيش في حاله استثنائيه، بمعنى أن المهجرين يعني 1,200,000 مهجر ونازح من الجنوب معظمهم من الشيعة، فرغم كل الخلافات السياسية التي كانت سائدة سابقا إلا أننا وجدنا يعني عموم أو باقي اللبنانيين من سنة ومن مسيحيين يحتضنون إخوانهم في المواطنية، وبالتالي كانت حالة وحدة وطنية يعني رائعة بالنسبة للبنانيين. أيضا على جانب آخر، عندما يسلم حزب الله موضوع أو قضية التفاوض للرئيس نبيه بري وما يعني، وبالتالي عندما يوافق على ما يعني تتخذه الحكومة من قرارات بالنسبة للحرب، هذا أيضا يعبر عن يعني التضامن نوعا ما سياسي في هذه المسألة، علما أن يعني حزب الله ليس بعيدا عن موضوع وقف إطلاق النار، لأن حزب الله أيضا هو يعني كقوة أساسية موجودة في لبنان تعرض أيضا لما لم تتعرض له حركة مقاومة في التاريخ. يعني تعرض صحيح أنه أعاد ترتيب صفوفه وهو يكبد الإسرائيليين خسائر قوية، ولكن في نفس الوقت هو أيضا يعني عنده وضع اللبناني ووضع الوطني في لبنان، وبالتالي يعني يريد أن أيضا أن يخوض دوره السياسي في بعد أن تنتهي الحرب ولا يكون كبش محرقة في هذا المجال. نعم، يعني لذلك يعني هناك نوع من التضامن الرسمي مع الحزب. نعم، وصلت هذه النقطة وأشكرك، لأن وقتنا فقط قد انتهى، فمضطر لأن أتفضل يعني أتوجه بالشكر لكل منكم، ولو أن النقاش معكم في غاية التشويق والإفادة، فأشكرك السيد محمد سعيد الرز الكاتب والباحث السياسي اللبناني، أشكرك جزيل الشكر، وكذلك أتوجه لضيفي من ولاية كنتك الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، شكرا لكما على وقتكما.
مشاهدينا، نهاية هذه الساعة من التغطية، ونلقاكم على رأس الساعة. انتظرونا، إلى اللقاء.